السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناه. اذا كانت هذه اول مره تزوروا قناه ماكافانو ديليس، انتم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد من الوصفات. اليوم ان شاء الله راح يكون عباره عن تكمله للفيديو ديال البارح اللي درنا فيه دي لازانيو ميزون على فاين كومبليت كما راكم تشوفوهم بعد ما نشفوا راهم ولاو هكذا. اذا اليوم راح نطبخوا هاد لي لازان اللي درناهم مع بعض، راح نديروهم بالباذنجان. الا واش لازمنا لهاد الوصفه؟ لازمنا بيان سور لي لازان اللي درناهم، يا اما تكونوا ديروهم يا اما تكونوا شريتوهم. عندي لاصوص طوماط بلا فيون داشي، انا لا فيون داشي زدتها برك باسكو لا باز ديال لي لازان الاوبرجي ما يكونش فيهم لا فيون داشي، اذا لا فيون داشي تقدروا تستغناو عليها. عندي لا بيشاميل اللي درتها لكم بوصفه جديده بلا بيشاميل سون فارين، اي بيشاميل بدون الفارينه. عندي هنايا لي زوبرجين اللي قطعتهم هكذايا بالطول وفرشتهم في الصينيه اللي تدخل الفرن، بدات عليهم شويه زيت الزيتون شويه ديال الملح ودخلتهم الفرن سخون على 180 درجه لمده ديال 10 دقائق. وعندي هنايا لي فرماج، عندي هنايا اون بول دو موزاريلا، عندي لي مونتاد وعندي شويه ديال لو فرماج رافي. هادو اختياريين، ديروا اي فرماج متوفر عندكم. بالنسبه لاصوص طوماط راني درت هنايا الحيت نص بصله مع نص طوماطيشه، درت عليهم شويه ديال الزيت مع لافيون داشي، نزيد عليهم لي زيبيس. عندي هنايا الملح والفلفل الكحل، عندي ثوم بودره وعندي مغرفه صغيره ديال البابريكا، ونزيد ثاني لاصوص اوفيت لا طوماط كونسونطري، نزيد قيس مغرفه ديال لا طوماط كونسونطري. ونخليهم يتقلاو على غمضهم، كي يتقلاو مليح نزيد عليهم كاس ديال الماء، كاس ماشي مع ماء يعني غير تغطى لنا هاد المواد. بعد ما تقلات مليح وقبل ما نزيد عليها الكاس ديال الماء، نزيد لها شويه ديال الاعشاب المنسمه، عفوا شويه برك غير باش تنسى مليح يجي يلقها شباب. بعد نمرقها شويه برك، نغطيها برك لاصوص ما تاخذش بزاف ديال الوقت باش تطيب. نغطيها ونخلي كاع المواد ديالي والفلفل. وبالنسبه لبيشاميل كما قلت لكم راح نديروها بلا فارينه، راح نديروها بلا ميزينا. عندي هنايا نص لتر ديال الحليب، نزيد عليه 40 غرام ديال لا ميزينا ونخلطهم في الحليب البارد قبل ما نشعل النار، نخلطهم ومن بعد نشعلوا عليه النار هاديه بيان سور ونخلطوهم حتى تتخطر عندي لاصوص. كي تبدا لاصوص ديالي تتخطر راح نزيد عليها مغرفه صغيره ديال لا مارغارين، كيس هكذا مغرفه صغيره برك، نزيد عليها الفلفل الكحل والملح، شويه فلفل كحل وشويه ديال الملح وايضا راح نزيد اون بورسيون دو فرماج فاش كيري، نكمل نخلطهم حتى يندمجوا كاع هاد المواد. ولا حبيتو ولا عندكم زيدوا من لا نوا دو موسكات تجي رائعه في لا بيشاميل. نخلطهم وهذيك لا بيشاميل ديالي واجده صدقوني تجي بلو ليجير كو لا بيشاميل كلاسيك باز فاي، نجربوها وما راحش ندم عليها. دوكا ندوزو للمونتاج. في ان بلا لي يدخل الفرن نديرو زوج مغارف ديال لاصوص طوماط باش تكون عندنا كوم اون باز، وبعدا نديرو اون كوش دو لازاني
انا درت حسابي وقطعتهم كي كنت شكلت فيهم، قطعتهم على القيس ديال المول ديالي، نزيد عليهم زوج مغارف ديال لاصوص طوماط تانيك باش ما يجونيش ناشفين كي راح ناكل هذيك الطبقه التحتانيه ما تجينيش ناشفه. ونزيد ايضا زوج مغارف ديال البيشاميل، ومن بعد ندير الباذنجان ديالي نسقو بهذا الشكل، نحط واحد الدقيقه باش تجيني هنايا. ومن بعد ندير لو فرماج اون كوش دو فرماج، ومن بعد ندير دو لا صوص طوماط او لا بيشاميل. ومن بعد نغطيهم بان كوش دو لازان ونواصل بهذا الشكل، نغطيه كامل وندير اون اوتر كوش دو لازان. ومن بعد نكمل على هذا المنوال، لازاني صوص طوماط بيشاميل اوبيرجين فرماج لازان، حتى نكمل كاع لي زانغيديون. وفي الاخير درت اون كوش دو لازان باش يجيني الشكل مستوي في الاعلى، وراح نغطيه بان رونج ديال لاصوص بيشاميل او لاصوص طوماط. ندير لا بيشاميل، نزيد عليها لا صوص طوماط، نمشيها هكا. بعد ما درت هذيك لا صوص طوماط زدت درت لو فرماج، شويه ديال لا موزاريلا اللي بقات لي او لي مونتال او لو فرماج رافي. ودوكا نغطي لي لازان ديالي بالالومنيوم ندخلهم الفرن على درجة الحرارة 190، نخليهم هكذا مغطيين حتى نتأكد بلي لاباتا لازان ديالي راهي طابت. ومن بعد نحي لهم هاد الألومنيوم ونخليهم يطيبوا 10 دقائق أخرين باش يتحمر لي هداك الوجه اللي درتلو الفرماج. إذا كانت هذه هي الوصفة ديالنا لنهار اليوم، نتمنى أن لي لازان ألوباجين ديالي بلاباتا لازان نالت أهدافكم، وإذا عجبتكم ما تنسونيش بجيم وتايك تشتركوا في القناة باش يوصلكم المزيد دوا ولي اقتراحاتكم. اذا حبيتوا ندير لكم وصفات تشوفوها على القناه، ما عليكم الا تكتبوا لي هذا الشيء في التعليقات.